أترك عقلك واتبعني، هذه رسالتي إلى الإخوان المجاهدين من الإخوان المسلمين الذين آمنوا بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم، وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها أو يموتوا في سبيلها. إلى هؤلاء الإخوان فقط أوجه هذه الكلمات، وهي ليست دروسا تحفظ ولكنها تعليمات تنفذ، فإلى العمل أيها الإخوان الصادقون. رسالة التعاليم لمؤسس التنظيم الإرهابي ومرشده حسن البنا، أخطر الرسائل التي وجهها إلى أتباعه، تعني الكثير من المعاني وتحل كثيرا من شفرات عمل قسم الطلاب داخل التنظيم المتطرف. الفهم على طريقة الإخوان، الإخلاص والجهاد والتضحية في سبيل دعوة البنا، تلك هي أهم أركان بيعة مرشد التنظيم الإرهابي، بيعة الشيطان التي يتحول من بعدها الشاب إلى آلة تخريب وقتل. في 20 فبراير عام 1938 عقد قسم الطلاب أول مؤتمر لطلبته، قسم من بين أهم الأقسام داخل الجماعة الإرهابية، إذ يمثل وقود العمل المسلح. تنفق الجماعة الإرهابية نصف ميزانيتها السنوية تقريبا على الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما وحتى 24. هم طلبة الجامعات بهدف تأهيل الكوادر على أعمال العنف كافة. في كل محافظة من محافظات مصر ثمة مسؤول عن تدريب الشباب على الأعمال العسكرية والتعامل مع الأمن. كما تكلف الجماعة الإرهابية عددا من كوادرها باستقطاب الشباب من الفئات العمرية كافة. وبصورة أساسية تعتمد الجماعة على المدخل النفسي لتجنيد الشباب، إذ تركز بالدرجة الأولى على من يعانون اضطرابات دينية أو اجتماعية أو سيكولوجية كالانطوائية والميل للعزلة. بحسب شهادات تنظيمية لمنشقين عن التنظيم، تعتمد الجماعة في طريقة استقطاب عناصرها على ما يعرف باستراتيجية العقول البيضاء. تصبح عقول الشباب خلال المرحلة العمرية المبكرة أرضاً خصبة لغرس مفاهيم العمل التنظيمي دون عوائق فكرية، لتندحر بذلك مقومات النقاء في مقابل أفكار العنف والدماغ.